بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الجزء الثاني من محاضرة العمالة الأجنبية في الخليج. وهون في أول سلايد Migrant Labor، وهنا هاي صورهم. طلعي على الصور ممكن تلاقي تشوفي العمالة الأجنبية من دول مختلفة. خلينا نشوف تعريف العمالة الأجنبية في دول الخليج. A migrant laborer is a person who migrates within their home country or outside it to pursue work such as seasonal work. يعني العامل المهاجر هو الشخص اللي بيهاجر في داخل بلد من منطقة لمنطقة لكي يعمل، أو خارجها بحثا عن عمل، وعمل يكون مؤقت seasonal work. سنة، سنتين، ثلاثة، ويعود. Migrant laborers usually don't have an intention to stay permanently in the country or region in which they work. ودائما العمال المهاجرون لا يوجد لديهم نية لكي يسكنوا إلى الأبد، يعني to stay permanently في الدولة أو في المنطقة الذي يعملوا فيها. يقول لك أنا بروح بحوش قرشين، بشتغل لي سنتين ثلاثة، بحسن وضع المادي، بأبني لي بيت في بلدي، بعلم أولادي، بحوش لي قرشين للمستقبل وبس. فهذا بيكون الهدف مؤقت، فإذا ما عندهم نية إنهم يستقروا ويستوطنوا للأبد. Migrant laborers usually don't have an intention to stay permanently in the country or region in which they work. بعرف يعني أصدقاء وأصحاب اشتغلوا في الخليج 10 سنوات، 15 وعاد. في ناس اشتغلوا 30 سنة وعادوا. قلة اللي هم بيسكنوا للأبد في دول الخليج. Migrant labor in various form، والعمال المهاجرة بأشكالها المختلفة، is found in South Africa، موجودة في جنوب أفريقيا. لو أنت رحت على جنوب أفريقيا هتلاقي عمالة مهاجرة كثير. Middle East، الشرق الأوسط، أوروبا الغربية، الآلاف من أوروبا الشرقية بروحوا على أوروبا الغربية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا للعمل. North America، أمريكا، هتلاقي ملايين من أمريكا الجنوبية موجودين في أمريكا الشمالية بحثا عن العمل، من البرازيل والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا. العمل المهاجرة في الهند، هتلاقي مثلا في بومبي ناس جايين من مدراس أو من ميسور من ولايات الجنوبية لكي يعملوا في بومبي لأنه فرص عمل أكثر، أو موجودين في نيودلهي فرص عمل أكثر. فإذا العمالة المهاجرة مش شيء غريب، متعارف عليه عالميا وموجود بأشكاله المختلفة في جنوب أفريقيا، is found in South Africa، Middle East، الشرق الأوسط، والشرق الأوسط بشكل عظيم موجود في دول الخليج، Western Europe، أوروبا الغربية. الكل بيطبع بروح على ألمانيا أو بروح على فرنسا أو بروح على بريطانيا أو بروح على بلجيكا، هذه الدول اللي هي أو الدول الاسكندنافية لأنه فيها فرص عمل أكثر. North America أو أمريكا الشمالية أو في الهند. Causes of labor migration to Gulf. طبعا احنا بنسأل نفسنا سؤال، طب ليش الناس هذول بيهاجروا؟ أو ليش هم بيتركوا بلدانهم لكي يبحثوا عن فرصة عمل أفضل؟ أول شيء البافرتي، الفقر. الفقر والحاجة والبطالة، unemployment، هي اللي بتدفعك إنك تبحث عن عمل في خارج البلاد بعد ما تنتظر بعد التخرج سنة، سنتين، ثلاثة، فبتفكر تطلع. زي المنحة الكويتية للمعلمين اللي بتأتي كل سنة على غزة، والعشرات بتقدموا لها أو المئات أو الآلاف، وبيأخذهم من مجموعة، والآن هم يدرسون في الكويت. بافورتي، فقر، unemployment.
impact of environmental stressors changing agricultural production. وهذه تغير في النظام الزراعي، النظام الصناعي مع العولمة، وهذا بشكل ملحوظ في الهند. يعني كثير من المزارعين فقدوا أراضيهم وفقدوا أعمالهم بسبب العولمة، فما بلاقي عمل، فبضطر إنه يذهب إلى الخليج لكي يعمل ويحصل على فرصة عمل أفضل. High expenses، التكاليف الغالية في بلدانهم، حياة غالية، مفيش مصدر رزق، مش قادر أطعم أولادي، مش قادر أربيهم، مش قادر أعلمهم، فهذا بدفعني أن أضحي وأذهب إلى أي فرصة في دول الخليج لكي أحصل على عمل، لكي أستطيع أن مثلا أسدد ديوني، أعلم أولادي، أعلم بناتي، أزوجهم، أبني لهم بيت، وإلى آخره. وبعدين الحروب، كونفليكت، صراع. وما شاء الله إحنا في منطقة مليئة بالحروب، مليئة بالصراعات. يعني في حرب 48 هجرنا من بلادنا، من فلسطين إلى الدول المجاورة، لبنان وسوريا والأردن، ومن هناك انطلقنا إلى دول الخليج لكي البحث عن فرصة للعمل. وهذا ما صوروا غسان كنفان في رواية الشهيرة رجال في الشمس، عندما انطلق الفلسطينيون من منطقة البصرة في العراق بحثا عن العمل في الكويت، وبنعرف القصة التراجيديا وشو اللي صار. الحروب اللي والثورات اللي كانت موجودة في لبنان دفعت كثير من اللبنانيين الهجرة إلى أمريكا الشمالية والجنوبية. حتلاقي جاليات لبنانية موجودة في أمريكا الجنوبية والشمالية من قبل حوالي 150 عام، وهدول طلعوا من لبنان بسبب الحروب من أيام الاحتلال الفرنسي وأيام المشاكل بين الشيعة وبين السنة، بين المسيحيين وبين الدروز، مشاكل كثيرة كانت والحروب، هذه كلها أدت إلى هجرتهم. ثم بعد ذلك في الاجتياح جنوب لبنان هاجروا كثير من اللبنانيين إلى الخارج. ثم بعد ذلك، قبل ذلك الحرب الأهلية اللبنانية من عام 1975 لعام 1990، ففي كثير من الحروب. إحنا 67 تمام أثرت علينا، 48 أثرت علينا، الحصار الموجود الآن في غزة من 14 سنة دفع كثير من الآلاف من الشباب إنهم يهاجروا بحثا عن فرص العمل في دول أوروبا، ومنهم يغرقوا في السفن، ومنهم يفقدوا، ومنهم يتوفوا. كثير من المآسي والتحديات تواجه الكثير من شبابنا بحثا عن فرصة للعمل. فهذه كلها أسباب إيش اللي بتدفعك للعمالة المهاجرة. يعني حتى إحنا كمان طالبنا في قسم اللغة الإنجليزية رحمة الله عليه محمد أبو شملة هاجر وحاول أنه هاجر إلى تركيا، ومن تركيا إلى اليونان، وتوفى أثناء عملية الهجرة، وكانت هي بالنسبة مأساة لنا جميعا، مأساة لأهله، مأساة لجامعتنا، ومأساة لقسمنا. وهذا كمان الإشي اللي بدفع شاب أنه يخرج وأنه يذهب يعني يبحث عن فرصة عمل بسبب البطالة وبسبب الوضع السياسي والنفسي والاقتصاد الغير مستقر في قطاع غزة، لعوامل كثيرة لا داعي لشرحها. هذه كلها أسباب للعمالة المهاجرة. Causes of labor migration: poverty, impact of environmental stressors, changing agricultural production, high expenses, conflict والصراع. Causes of labor migration to Gulf: ما هي الأسباب التي تدفع إلى الهجرة الخارجية إلى الخليج؟ poverty الفقر، unemployment البطالة، victims of natural calamities يعني كوارث طبيعية، فيضانات، زلازل، براكين، عواصف،
كلها ممكن إنها تؤدي إلى هجرة الناس بحثا عن فرص عمل أفضل، تسونامي، whatever. الإنسان بطبيعته بيحب يعيش حياة أفضل ويطور من نفسه، فبحثا عن فرص أفضل للعمل، improve standard of living، لتحسين مستويات الحياة، better education، تعليم أفضل، better environment، وبيئة أفضل، economic security، أمان اقتصادي، تأمين لنفسي، تأمين لمستقبلي، وتأمين لأهلي. Then we have poverty. Then we have unemployment. We have victims of natural calamities. We have improved standard of living، مستوى متحسن من العمل. We have better education، تعليم أفضل. We have better environment. We have economic security، وعندنا أمان اجتماعي وضمان اقتصادي. إذا poverty، unemployment، victims of natural calamities، ضحايا الكوارث الطبيعية من زلازل، براكين، whatever، improve standard of living، better education، better environment، economic security، وطبعا أنا كمان بدنا نحط كمان الوار، الحرب، وهي من الأشياء الحرب civil war، الحروب المدنية. كمان عندنا revolutions، الثورات، كل هذه بتساهم في الهجرة وبحثا عن فرص عمل أفضل إلى في الخارج. سيج، الحصار المفروض على قطاع غزة من 14 سنة، كل هذا أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة، وأدى إلى دفع الناس إلى الهجرة في الخارج، سواء هجرة شرعية أو غير شرعية، ولكن في الأخير هي هدفها العمل والبحث عن فرصة عمل أفضل. Causes of labor migration to Gulf. الآن خلينا نفصل الزيادة شوي ونوضح أكثر. أسباب هجرة العمالة إلى الخليج. After the discovery of oil، وبعد اكتشاف البترول، the Gulf states witnessed a tremendous influx of Indian migrant laborers. بعد اكتشاف البترول، الدول التعاون الخليجي لاحظت تدفق كبير وعظيم جدا للعمالة المهاجرة الهندية، واللي هي طبعا قادمة من الهند، واحنا بنعرف قرب الهند من دول الخليج بفصلهم البحر العرب والمحيط الهندي، ممكن خلال ساعة ونص تكون طالع خارج من بومبي وتكون موجود في دبي، فقرب المسافة. التاريخ بين تاريخ التعاون التجاري بين دول الخليج والهند قبل اكتشاف البترول على صعيد التوابل وعلى صعيد الأقمشة وعلى صعيد الصيد وعلى صعيد اللؤلؤ، كل هذا بينهم تاريخ مشترك له، وانتشار الإسلام تاريخ مشترك له مئات السنوات، وهذا التاريخ ازداد مع اكتشاف البترول. في الجلف ستيت ويتنس التريمندس انفلانكس، تدفق كبير للعمالة الهندي، وانا كوني عشت في الهند 10 سنوات وبعرف قديش حب الهند للخليج، لانه الخليج بالنسبة له مصدر للمال، وهيك بحسن وضعه الاجتماعي، والخليج كمان بحب الهند لانه في الاخير هي عمالة رخيصة، وانهم هم بيعتمدوا على العمالة الهندية والاجنبية لتسيير أعمالهم، فالعلاقة اقتصادية واستراتيجية كبيرة جدا جدا بين الهند وبين دول الخليج. As a result، ونتيجة لذلك، development program، مشاريع التطوير، which focus on providing schools
hospitals, improvement of transport and communication were taken up. نتيجة لاكتشاف البترول بلشت مشاريع التنمية في دول الخليج، مدارس على أحدث طراز، مستشفيات على أحدث طراز، بنية تحتية من مواصلات، من قطارات، من طائرات، وسائل الاتصال، كله بلشت هذه المشاريع تنمو وتكبر لكي تواكب ثورة اكتشاف البترول في دول الخليج. فهذا يلزم بنية تحتية للشركات، للمصانع، لعمليات النقل، عمليات الكذا. فهذا كله كانت بنسميها باكج واحد، شيء واحد مع بعض. As a result, development program which focus on providing schools، والذي طبعا تركز على طبعا إنشاء البنية التحتية، المدارس، hospitals، المستشفيات، improvement of transport، تحسين وسائل النقل والاتصال، transport and communication were taken up. This result، طب هذه المشاريع التنموية، مدن تبنى بشكل جديد، شوارع، مطارات، مستشفيات، مدارس، شوارع، كل هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى عمالة أجنبية. This resulted in a spare انفجار in demand، طلب كثير مكثف. For not only highly skilled technical experts، ليس فقط الطلب على الخبراء التقنيين والمهارة، لا، كمان أيضا على الناس اللي غير يمتلكون المهارات. قسمنا العمالة إلى high skilled workers and low skilled workers or semi skilled workers or unskilled workers، لأنه كل واحد حيكون له عمله. For not only high skilled technical experts but also for semi skilled and unskilled workers، للناس اللي عندهم شوية مهارة أو ما عندهم مش مهارات، لأنه كل واحد حيكون له كاتيجوري معين، مجموعة معينة، عمل معين. The discovery of oil was instrumental، يعني اكتشاف البترول كان شيء أساسي in establishing Arab Gulf State، في بناء وتطوير دول الخليج العربي. Which were supervised, monitored, and protected by the British Empire in its own power struggles against Ottoman and German interest. طبعا احنا بنعرف تاريخ المنطقة، وبنعرف نتائج الحرب العالمية الأولى، ومعاهدة سايكس بيكو، وتقسيم دول الخليج والعالم العربي بين فرنسا وبريطانيا، وأن دول الخليج كانت تحت الحماية البريطانية. فالإمبراطورية البريطانية اهتمت في دول الخليج من ناحية المراقبة ومن ناحية الحماية ضد الأطماع التركية والألمانية. والتاريخ تبدل، الحين الإمبراطورية البريطانية انتهجت الإمبراطورية الأمريكية، الأمريكية الحين بتعمل نفس الدور ضد الأطماع الإيران، نقول مثلا تركية أو أطماع أجنبية أو أطماع سوفيتية أو أطماع خارجية. فانتقلت الحماية من بريطانيا إلى أمريكا، وهذا شفناه في حرب الخليج، يعني كان أمور واضحة. فمهم جدا نفهم الاقتصادي مع السياسي مع الاجتماعي، الأمور مترابطة ولا يمكن فصل أي رابط عن الآخر. إذا the discovery of oil، اكتشاف البترول، was instrumental، كان مهم جدا في بناء دول الخليج. يعني بدون بترول كان صعب، لأنه كانوا عايشين على الصيد وعلى اللؤلؤ وعلى الأنسجة وعلى طبعا التوابل وعلى تجارتهم مع دول مثل جنوب آسيا ودول الهند. الآن وضع السياسي اختلف في أن اكتشاف البترول، and they were supervised, monitored، تم طبعا
مراقبتهم وحمايتهم by the British Empire, الإمبراطورية البريطانية, in its own power struggles, في خلال صراعها على السلطة against Ottoman and German interests. مهم جدا احنا نفهم محاضرة كمان الكولونياليزم, ونفهم كمان كيف السيطرة على الوطن العربي وإفرازات الحرب العالمية الأولى وتشكيل قوى مختلفة. The British Empire, الآن زي ما حكينا هذه الإمبراطورية البريطانية after the Second World War, بعد الحرب العالمية الثانية, تم استبدالها بإيه؟ بالإمبراطورية الأمريكية by American economic and political interests, لأنه خرجت أمريكا قوة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ضربها لليابان بالقنابل النووية, وخرجت الاتحاد السوفيتي فقوة عظمى, واحنا بنعرف الحرب الباردة التي نشبت بين أمريكا والاتحاد السوفيتي وانتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي وأصبحت أمريكا هي القوة الوحيدة المهيمنة على العالم. فإذن منطقة الخليج has been replaced by the British Empire by American economic and political interests, مصالح سياسية واقتصادية, which have played an prominent role, والتي لعبت دور بارز in reshaping, إعادة تشكيل, the political map, الخارطة السياسية of the Gulf state, لدول الخليج, and particularly Saudi Arabia, وخاصة السعودية أو المملكة العربية السعودية, لأنها أكبر دولة. تطلع على الخريطة وشوف امتداد السعودية, طلع على الخليج العربي وعنده حدود مع اليمن وعنده حدود مع العراق وعنده مع البحر الأحمر, دولة كبيرة عظيمة السعودية, يعني لا مترامية الأطراف ومؤثرة جدا وغنية بالنسبة للبترول وإلى آخره. هذه لعبت دور كبير في تشكيل الخارطة السياسية لدول الخليج, إن الشيء من the political map, الخارطة السياسية of the Gulf states, دول الخليج and particularly سعودي أرابيا وخاصة السعودية. After the oil boom, after the oil boom in the 1970, Arab Gulf state witnessed unprecedented waves of migrant laborers seeking jobs and better life. يعني بعد ثورة البترول في السبعينات, دول الخليج شاهدت موجات وتطفو غير مسبوق من العمال الأجنبية seeking jobs and better life. كانت البعثات تأتي إلى غزة, البعثات الكويتية تبحث عن عمالة أجنبية ومدرسين يشتغلوا في الكويت, تأتي إلى غزة هنا يعني, وتأتي البعثة السعودية وتأتي البعثة الكويتية, كلهم يأتون إلى غزة لكي لجذب العمالة إلى دول الخليج, سواء مدرسين سواء أطباء وإلى آخره. After the oil boom in the 1970, Arab Gulf states witnessed, شاهدت unprecedented waves, موجات غير مسبوقة للعمال الأجنبية of migrant laborers seeking jobs, بحثا عن الوظائف and better life, وحياة أفضل. It is reported that the labor migration to the petroleum-rich states of the Arabian Peninsula comprised the third largest transnational migration flow in the contemporary world. وتم طبعا ملاحظة بأن الهجرة الخليجية, هجرة العمال الأجنبية إلى الدول الغنية البترولية دول الخليج في شبه الجزيرة العربية, كان يمثل ثالث أعلى هجرة دولية في العالم الحديث.
يعني هذه الهجرة العمالة وتدفق العمالة الأجنبية إلى شبه الجزيرة العربية وإلى دول الخليج وإلى دول مجلس التعاون الخليجي شكلت ثالث أكبر هجرة عالمية في العالم الحديث في القرن العشرين. It is reported that the labor migration to the petroleum rich state, دول الغنية الخليجية البترولية, of the Arabian Peninsula, شبه الجزيرة العربية, comprises, شكلت the third largest transnational migration, هجرة دولية رقم ثالث على العالم, in the contemporary world, في عالمنا الحديث. فكلف وور, احنا حكينا الحروب بتلخبط كل شيء وبتغير كل شيء وبتغير الخارطة السياسية. The Gulf War of 1990, وإحنا بنعرف أن صدام حسين احتل الكويت في عام 1990, وأنا كنت في ذلك الوقت في الهند. في شهر 8 ما سمعنا إلا الدبابات العراقية موجودة في مدينة الكويت, وكان معظم الفلسطينيين اللي بدرسوا معنا أو بدرسوا معاي كانوا معظمهم من الكويت, يعني أهليهم في الكويت, وكانت معاناة يعني احتلال الكويت والحرب اللي صارت من أجل تحرير الكويت وعدم قدرة أهليهم على إرسال النقود للطلاب في الهند, وتهجير حوالي أكثر من نصف مليون فلسطيني من دول الخليج وخاصة الكويت. فكانت هذه فترة صعبة جدا جدا علينا وعلى الفلسطينيين وعلى دول الخليج وعلى دول المنطقة. The Gulf War in 1990 created instability, عدم الاستقرار, driving Arab laborers out of the region. وطبعا هذا دفعت انهم بيقوموا بطرد كل العمالة العربية من دول الخليج نتيجة لهذه الحرب ونتيجة لمواقف سياسية. طبعا الناس ما لهم يدخل, ولكن تعرف ردات الفعل التي بتصير أثناء الحروب وبعد الحروب, ولكن الأمور أعتقد أفضل الأيام هذه. The Gulf War in 1990 created instability, driving Arab laborers out of the region. بعض أصحاب اخترقوا الكويت أثناء الحرب أو بعد الحرب وذهبوا إلى السودان, ومنهم ذهبوا إلى الأردن, ومنهم هاجر إلى كندا, ومنهم هاجر إلى أوروبا. فخلقت عدم استقرار وفراغ, تم ترحيل معظم العرب أو معظم يعني العرب, وتم استبدالهم بالعمالة المهاجرة من جنوب آسيا. أسباب سياسية اقتصادية أشياء كثيرة. For example, وهنا مثال, Palestinians were driven out of Kuwait. الفلسطينيين تم طردهم من الكويت due to their so-called implicit political support to Saddam Hussein invasion of Kuwait. وتم اتهام الفلسطينيين بأنهم أيدوا غزو صدام حسين للكويت أو تضامنهم يعني تضامنهم مع هذا الغزو, يعني ما بتعلق كثير على هذا الموضوع, ولكن لا يعني ربما انه مواقف ايامها كانت ضبابية وايامها كانت واضحة, ولكن لا ذنب للفلسطينيين في ازمة الكويت, لانه احنا مشبعين بمشاكلنا محتلين ما بعرف, ولكن انه ما لناش ذنب, حملنا اكثر مما نحتمل, لكن هذه فترة سيئة وتجاوزناها. Due to their so-called implicit political support to Saddam Hussein invasion of Kuwait, Asian laborers, العمالة الآسيوية, including Indians, طبعا العمالة الآسيوية تضمن الهنود, migrated to the Gulf state to fill this gap. تم طردنا, طبعا احنا كنا نحتل
مراكز هامة في دولة الكويت ودول الخليج بشكل عام. فبعد طرد الفلسطينيين ومنعهم كرد فعل على أنه تضامنهم الضمني مع غزو صدام حسين إلى الكويت، طبعا أجت العمالة المهاجرة. وإحنا كفلسطينيين دائما وضعنا صعب، إحنا محتلين ومحتاجين دعم كل الدول العربية إلنا. فيعني تحالف القيادة الفلسطينية مع العراق أو دعمهم لصدام حسين، لأن صدام كان يدعم الفلسطينيين، لكن إحنا محتاجين كمان الدعم الخليجي وجالياتنا موجودة في الخليج. فكانت إحنا دائما موضوعين في موقف صعب جدا جدا، يعني لا نستطيع أن نكون مع أي طرف لأنه هندفع الثمن غالي. فدائما إحنا نحاول نكون على الحياد، وإن شاء الله يعني الأمور تكون كلها سلمية ومحبة بيننا وبين إخواننا العرب، يبعد عنا كل المشاكل. هذا ما نتمناه. For example, Palestinians were driven out of Kuwait due to their so-called implicit political support to Saddam Hussein invasion of Kuwait. ولهذا السبب Asian laborers including Indians migrated to the Gulf state to fill this gap. وهيك بنكون أنهينا ما هم العمالة الأجنبية وأسباب العمالة، أسباب الهجرة إلى دول الخليج. تكلمنا عن الأسباب بشكل توضيحي: الفقر، poverty, war, civil war, revolution, unemployment, victims of natural calamities, improved standard of living, better education, better environment and economic security. And we talked about the discovery of the oil and the tremendous influx of Indian migrant laborers in the war and the spurt in the demand for highly skilled technical experts and semi-skilled and unskilled workers, and about the political map and how the discovery of oil was instrumental in establishing Arab Gulf states, which were supervised, monitored, and protected by the British Empire in its own power struggle against Ottoman and German interest. The British Empire has been replaced by American and economic political interest after the end of the Second World War, which played a prominent role in reshaping the political map of the Gulf state, and particularly Saudi Arabia as a prominent, powerful, and influential country in the region. And after the oil boom in 1970, Arab Gulf state witnessed unprecedented waves of migrant laborers seeking jobs and better life. And it was the third largest transnational migration flow in the contemporary world. وطبعا حرب الخليج لعبت دور كبير في تدفق العمالة الأجنبية من دول جنوب آسيا بعد طرد العرب نتيجة لمواقفهم الداعمة والضمنية أو تحالفاتهم مع صدام حسين. وطبعا تم طرد الفلسطينيين بسبب دعمهم السياسي الضمني لصدام حسين، وطبعا تم استبدالهم بالعمالة الأجنبية. وللأسف يعني الفلسطينيين في كل مكان، حتى في العراق بعد انهيار النظام صدام حسين طبعا الفلسطينيين دفعوا الثمن، في لبنان دفعوا الثمن. يا ريت يكون عندنا احنا، ونأمل يكون عندنا دولة ونكون بعيدين عن انه ندفع ثمن خلافات احنا ما لنا اي علاقة فيها، كل دولة لها سيادتها وكل الحب والاحترام إلها، ولكن احنا وجودنا بسبب وضعنا السياسي والاقتصادي والنفسي بيجعلنا دائما ضحية لاتهامات احنا ما لنا دم فيها. ونكمل في المحاضرة القادمة عن العمل الأجنبية في السعودية، وشكرا لكم.